يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان ومتابعي برنامج في النور. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة النهاردة الاثنين، حلقة منتصف الأسبوع. وخلينا نقول لحضراتكم إن احنا النهاردة عندنا أخبار مهمة جدا بناء على الجولات الخارجية اللي بيقوم بيها المسؤولين المصريين، سواء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزيارته إلى الدوحة قطر المهمة، وزيارة وزير الخارجية السفير سامح شكري لكل من سوريا وتركيا. فعز وقت الأزمة شايفين الوزير المصري وزير الخارجية متواجد في سوريا وتركيا. فاحنا بنتكلم النهاردة في تحركات مهمة جدا بتقوم بيها الدولة المصرية بشكل مختلف ومميز أيضا في نفس الوقت. هنتابع طبعا هذه الزيارات مع حضراتكم. بخلاف فقراتنا الأساسية والحوارية هيكون معنا فقرات بنتكلم فيها عن موضوع انحصار المية اللي حصل في أو شواطئ البحر خاصة في اسكندرية أو بعض الدول التانية. إيه القصة وراء هذا الانحصار؟ هل ده ممكن يكون بيؤدي لتحسبات معينة أو إن احنا ممكن نكون معرضين لتسونامي مثلا؟ أسئلة لازم نجاوب عليها، فده هيكون واحد من فقراتنا النهاردة. أما فقرتنا الأخيرة فهنتكلم فيها عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء تتلقى كل الاستغاثات تحديدا في ملف الصحة. أي شخص عنده استغاثة وعايز يتعالج أو يتعالج على نفقة الدولة بيتلقى أو بيبعت استغاثة لهذه اللجنة، وهي تتلقى الاستغاثات وبتتحرك على أساسها. هنتعرف أكتر على اللجنة دي ودورها وإزاي بتقيم الطلبات علشان توافق على فكرة العلاج، ويتحرك إزاي الشخص وبترد عليه إزاي. ملف أيضا مهم هنفتحه مع حضراتكم النهاردة. خلينا نبدأ بنشاط أيضا واسع ومهم جدا لقداسة البابا توادروس الثاني، بيلتقي في وفود مهمة جدا من أوروبا. أولا قداسة البابا بيستقبل منسق المجلس الأوروبي لمكافحة الإرهاب، لقاء مهم. وبنتكلم على هذه الوفود حريصة أن هي لما تكون موجودة في مصر تلتقي بقداسة البابا توادروس الثاني بابا الكنيسة، اللي دايما بنقول أن قداسة البابا ممكن يكون زي سفير قوي جدا للدولة المصرية. لما بيكون في مثل هذه اللقاءات ويتكلم على الدولة المصرية ويتكلم على قوة الدولة ويتكلم على ان احنا كنيسة وطنية هدفها طبعا وبتشتغل في المقام الأول على الشق الروحي أو البعد الروحي أو الخدمة الروحية، ولكن كمان الكنيسة عندها دور اجتماعي أيضا أكد عليه قداسة البابا. إن احنا مثلا بيكون في مدارس بتدشنها الكنيسة أو بتقيمها الكنيسة، وفي الآخر بيكون خريج هذه المدارس شخصيات مهمة ومعروفة في المجتمع المصري ككل، فده دور مجتمعي بتقوم بيه الكنيسة. وضح كمان قداسة البابا نقطة مهمة جدا، بما أننا بنقول أن المنسق ده هو مسؤول عن ملف مكافحة الإرهاب في المجلس الأوروبي، فاتكلم على الوضع الأمني الخاص بالدولة المصرية تحديدا بعد 2011-2013، وأن كان عندنا تحديات مهمة جدا أمام الدولة المصرية. أولا مكافحة الإرهاب، والزيارة اللي احنا شايفينها النهاردة دي بعد ما شفنا تصريح قوي وإعلان قوي من الرئيس السيسي ان احنا خلاص قضينا على الإرهاب. فالنهاردة قداسة البابا قال دي كانت واحدة من أهم التحديات، والرئيس السيسي أعلن ان احنا قضينا خلاص على الإرهاب. موضوع تاني أيضا كان تحدي كبير قوي بعد هذه السنوات الصعبة هي فكرة الفقر والوضع الاقتصادي الصعب اللي كنا بنعاني منه، واللي كان متأزم بشكل كبير في سنوات ما بعد الثورة وما بعد التغيرات السياسية اللي كانت حاصلة في مصر. فقداسة البابا قال ان احنا خدنا خطوات كبيرة، او الدولة المصرية اخدت بالفعل خطوات كبيرة في هذا الموضوع. وتكلم كمان ان احنا شايفين تحركات في مختلف الجهات، وشايفين بناء العاصمة الإدارية الجديدة، واللي بالمناسبة هذا المسؤول الأوروبي قام بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة. وأكتر مكان لافت لنظره في العاصمة هي كاتدرائية ميلاد المسيح، وإن هو لما سأل عرف إن الدولة هي اللي بنت الكاتدرائية دي، فكان سعيد جدا إن هو شايف إن الكاتدرائية بهذا الحجم الدولة المصرية هي اللي بتشيدها وهي اللي بتبنيها، وده بالنسبة له بيمثل نوع من أنواع فكرة يعني
المساواة واحترام مختلف الفئات والأطياف في المجتمع المصري. ده كان في إطار لقاء قداسة البابا تودروس الثاني مع وفد من البرلمان الأوروبي، بالإضافة لمنسق المجلس الأوروبي لمكافحة الإرهاب. احنا شايفين أكتر من لقاء عقدوا قداسة البابا مع مختلف المسؤولين، واتكلم أيضا على فكرة أن الكنيسة ما بتشتغلش في السياسة، دور الكنيسة ليس السياسة ولكن هي بتخدم جميع المصريين. زي ما قلت لحضراتكم دورها دور بتقدم خدمة روحية في المقام الأول، ولكن كمان عندها دور اجتماعي. فأكد قداسة البابا على النقطة دي بشكل كبير، وإن احنا فكرة إن الكنيسة يكون ليها دور في السياسة ده شيء الكنيسة أكدت النهاردة، وقداسة البابا قال إن الكنيسة لا تعمل في السياسة. فزي ما قلت لحضراتكم كان سعيد جدا هذا المسؤول اللي هو بيمثل الوفد البرلماني الأوروبي، عربوا عن سعادتهم في موضوع كاتدرائية ميلاد المسيح، وإن الدولة هي اللي شهدت وأقامت هذا الصرح الكبير، هذه الكنيسة، وده بيدل على المساواة ما بين مختلف فئات الشعب المصري. لقاءات مهمة، وزي ما قلنا قداسة البابا هو سفير للدولة المصرية في مثل هذه اللقاءات. لما يسألوه عن الأمن في مصر، لما يسألوه عن وضع الإرهاب في مصر، لما يسألوه على كمان الشباب في مصر، ويقول لهم إن احنا عندنا وزارة للشباب، والكنيسة كمان عندها أسقفية الشباب، وبقى في برامج لتأهيل الشباب. فالإجابات على هذه التساؤلات طبعا هم بيكونوا حريصين على ان هم يتلقوها من قداسة البابا علشان يسمعوا منه هذه يعني المواضيع، هو بيقيمها ازاي وشايفها ازاي. فلقاءات مهمة جدا لقداسة البابا تودروس الثاني. من قداسة البابا وهذه اللقاءات خلينا نروح لقطر ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الدوحة في قطر، في زيارة أيضا مهمة جدا شايفينها لعودة العلاقات ما بين قطر. احنا يمكن كنا شفنا لقاءات ما بين الرئيس السيسي والأمير تميم خلال الفترة اللي فاتت، لكن احنا النهاردة أمام لقاء واستقبال كبير لرئيس الوزراء دكتور مدبولي، ومعاه وفد رفيع المستوى، عدد كبير جدا من الوزراء في هذه الزيارة علشان يكون في تعزيز وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر ومزيد من التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين. الحقيقة ان احنا كنا شفنا يعني طبيعة العلاقات ما بين مصر وقطر ازاي كانت مرت بفترة يعني صعبة او توقف في العلاقات، ولكن شفنا ان خلاص تم اذابة الجليد وان عادت العلاقات مرة تاني لطبيعتها، وده باين جدا في حتى حفاوة الاستقبال لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. خلينا نحلل هذه الزيارة وأهميتها، ولما نتكلم كمان على أن في اتفاقيات بيتم توقيعها ما بين الدولتين علشان يتم إزالة الإزدواج في الضريبة على الدخل ومنع التهرب الضريبي. فإحنا شايفين يعني حتى ملفات مهمة بيتم التطرق ليها في إطار هذه الزيارة. نحلل أكتر، بينضم لينا على التليفون سيادة السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بيك سيادة السفير معنا. أهلا بيك وسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. وزيارة مهمة بيقوم بها رئيس الوزراء ووفد رفيع المستوى إلى قطر، وبحث طبيعة العلاقات ما بين الدولتين، ونحن يعني يكون في مزيد من التعاون خاصة في المجال الاقتصادي. حضرتك أولا شايف إزاي هذا اللقاء خاصة بعد فترة القطيعة اللي كنا شفناها ما بين الدولتين؟ يعني هي دايما أنا في رأيي فترة القطيعة بين الدول العربية بتكون فترة أولا يعني بتبقى سحابة صيف، وفي الحقيقة لا يجب أن تطول. ولذلك يعني بمجرد ما بتعود العلاقات بيظهر المصالح المشتركة قد إيه وقد إيه التحديات المشتركة والتعاون اللي بيثمر لمصلحة البلدين. أو مصلحة يعني أي دولة أخرى سواء قطر أو أي دولة عربية. فمن هنا يعني الأسلوب الحديث في التعامل بين الدول هو إعلاء المصالح على الخلافات، بحيث إن المصالح تحتوي أي خلاف يحدث ويبقى ده حاجة على جنب يعني. نرجع بقى للزيارة.
فدي زيارة في الحقيقة مهمة جدا، بتبان من تشكيل الوفد، يعني في مجموعة كلها تركز على الاستثمارات القطرية المحتملة في مصر، سواء في مجال، دايما هم دول خارجية بتفضل مجال المعمار، أو جديد حاجة جديدة هي مجال الأدوية يعني. وأيضا بالنسبة لبعض العقبات اللي ممكن زالتها بالنسبة للمستثمرين، ومنها الازدواج الضريبي. نقطة الازدواج الضريبي ازاي كانت بتمثل عائق سعادة السفير، والاتفاقية النهاردة اللي احنا شايفين توقعها ما بين الدولتين ازاي هتكون بتسهل على المستثمر؟ اذا يعني لما المستثمر ما يدفعش ضريبة في مصر ويدفعها في قطر، يعني هو بيدفع ضريبة واحدة، يعني بتبقى ضريبة موحدة، ما يبقاش فيه ازدواج في الضريبة. اذا كان بيستثمر في شركة في هنا في مصر، يعني فرع لشركة كويتية، عفوا لشركة قطرية، فهو بالتالي لو دفع ضريبة ما يدفعهاش في قطر، أو دفعها في قطر ما يدفعهاش في مصر. فيبقى في اتفاقات، ودي يعني معمول بها مع جميع الدول اللي بتستثمر في مصر، علشان ما يبقاش ده يخلي المنتج اللي بينتجه أغلى من الآخرين، يحد من منافسته. هل نقدر نقول إن الدوافع الأساسية وراء هذه الزيارة أو وراء هذا اللقاء هي دوافع اقتصادية؟ بالتأكيد، يعني دوافع اقتصادية، وعلى هامشها بيتم تناول بعض القضايا السياسية، سواء في منطقة الخليج أو في دول العربية الأخرى، خاصة وإن طبيعة تكوين الوفد هو وفد أساسا يعني بيتولى مهمة تجارية مالية اقتصادية، فالجانب السياسي هيبقى مع رئيس الوزراء بالدرجة الأولى يعني. طيب سعادة السفير، خلينا نتكلم على التوقيت ونسأل، ان احنا شايفين رئيس الوزراء المصري في قطر وفي نفس التوقيت وزير الخارجية سامح شكري موجود في سوريا وتركيا، هل من باب المصادفة ان يكون هذه اللقاءات المهمة في نفس التوقيت، ام ان الموضوع كان مرتب ليه ان احنا نكون شايفين مصر بتقوي علاقاتها ما بين او مع هذه الدول في نفس التوقيت وفي نفس اليوم؟ يعني هل هناك دلالات وراء هذا التوقيت اللي احنا شايفينه؟ يعني هو بالنسبة لتوقيت الزيارة لقطر دي لها ترتيبات، يعني بدأ الاستعداد لها من مدة، لأن دي فيها هتبقى اتفاقات مالية، اتفاقات تجارية، اتفاقات استثمارية، اتفاقات ضريبية، مناقشات عديدة بالنسبة لموضوعات يعني مادية محددة. أما بالنسبة لوزير الخارجية فدي زيارة يعني يغلب عليها الطابع السياسي والإنساني، أو الطابع الإنساني والسياسي بمعنى آخر. فهنا هذه الزيارة بيتناول فيها مع سوريا كيفية مساعدة مصر في إعادة إعمار ما دمره الزلزال، وتقديم مزيد من المساعدات سواء الأدوية أو المساعدة من الأغذية وغيرها من احتياجات الناس الذين أضيروا بدمار بيوتهم. أيضا التشاور في الشأن السياسي، صحيح. مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية سيؤخذ الشهر القادم، ومن المنتظر أن يتم فيه مناقشة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهذه المرة في تيار غالب في الدول العربية، نرجو أن يسود ويتخذ قرار في هذه المرة ليرفعه إلى القمة، حتى تتخذ القمة قرارا بعودة سوريا إلى حاضنتها العربية. وبالتالي حضرتك شايف أن فكرة التوقيت هي ما كانش مترتب ليها بهذا الشكل، أن تكون الزيارات في نفس التوقيت بالشكل اللي احنا شايفينه، لأن زيارة قطر بيكون لها ترتيبات كبيرة؟ لا أعتقد هذا، لا أعتقد ذلك، لأن الزيارة يعني دي زيارة لأهداف ودي لأهداف أخرى، ربما يعني ربما مش يعني مرتبة، إنما ربما يثار أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء لقطر موضوع العلاقات مع سوريا وزيارة وزير الخارجية المصري،
يعني من المنتظر فعلا أن يثير الجانب القطري هذا الموضوع ويتم بحث علاقة قطر بسوريا، وأن تحفظات قطر يعني أنها الآن آن الأوان أن تعود سوريا إلى الجامعة العربية، فقد يحدث هذا على ضوء أن الزيارة زيارة الوزير الخارجية سامح شكري تمت، يعني فبالتالي يثار الموضوع. قد أن كانت مرتبة ومنسقة بحيث أنها تتم مع بعضها فلا أعتقد ذلك. يعني حضرتك بتشوف أن قد تتحرك الدولة المصرية في بحث موضوع العلاقات القطرية السورية، وأن قطر تعيد النظر مرة تانية في عودة سوريا إلى الجامعة؟ لا يعني أنا أقصد أن بالتأكيد سيسأل رئيس الوزراء عن زيارة وزير الخارجية المصري لقطر لسوريا والموضوعات اللي بحثها وإن إيه يعني الهدف، وبالتالي يثار موقف قطر من التحفظ على عودة سوريا لجامعة الدول العربية. وبالتالي ملخص هذه الزيارة سعادة السفير نقدر نقول هيكون إيه أهم مخرجاتها للجانبين سواء مصر أو قطر؟ هو مزيد من الاستثمارات القطرية في مصر، وبالتالي باحتمال يعني ان زيادة بعض تصدير بعض السلع الى قطر، لان قطر دولة من الدول اللي بتستورد السلع بتعتمد على الاستيراد، فممكن تصدير بعض السلع المصرية الى قطر، الى جانب يعني هيكون بحث اوضاع الجالية المصرية، لان احنا لنا جالية مصرية كبيرة جدا في قطر بتساهم في عملية التنمية، وبالتالي ربما أيضا يزيد عدد الجالية المصرية في قطر، ولو أن في ظروف اقتصادية في العالم كله، ولكن بالتأكيد أن المشروعات اللي هتنشأ في مصر هتفتح مجالات للعمل وفرص عمل جديدة. بشكرك جدا سعادة السفير رخاء أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، وده كان تحليل لزيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للدوحة واللي بتنطلق يعني فعاليتها من النهاردة، لقاء مهم زي ما سمعنا من سعادة السفير. نقدر نقول الدوافع الرئيسية وراء هذا اللقاء هي دوافع اقتصادية لتعزيز هذه العلاقات ما بين يعني الدولتين على الصعيد الاقتصادي. ومن قطر خلينا نروح لسوريا، ووزير الخارجية سامح شكري النهاردة سافر إلى سوريا بدافع إنساني بيحمل رسالة تضامن من الشعب المصري ومن الرئيس السيسي للشعب السوري. التقى النهاردة وزير الخارجية سامح شكري بالرئيس السوري بشار الأسد بعد سنين كثيرة جدا لم يعني توجد مثل هذه اللقاءات ما بين الدولتين، ولم يذهب وزير الخارجية المصري إلى سوريا بعد السنوات اللي احنا شفنا فيها طبعا الحرب اللي كانت بتدور داخل سوريا واللي ما زالت حتى الآن يعني أمورها السياسية لم تستقر، ولكن شايفين مصر بتتحرك في توقيت بعد الزلزال، بعد 6 فبراير والزلزال العنيف اللي تعرضت ليه سوريا وتركيا وعدد الضحايا الكبير اللي راح يعني في هذا الزلزال، مصر بتدعم الدولتين إنسانيا بقدر كبير، وده اللي أكد عليه النهاردة الحقيقة وزير الخارجية سامح شكري. ومن جانبه بشار الأسد أشاد بموقف الدولة المصرية ووجه كل الشكر ليها، وكمان اتكلم على ملف اللاجئين وإزاي مصر بعد الأزمة السورية الكبيرة كانت حاضنة للاجئين بشكل كبير واستضافتهم بكل الترحاب وعملتهم عاملة جيدة جدا، ومصر الحقيقة فيها عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين، وسوريا لن تنسى هذا الموقف لمصر، لأن يمكن احنا شفنا ملف اللاجئين ازاي كان بيتم التلاعب بيه من قبل دول كتير قوي، ما شفناش هذا الموقف من الدولة المصرية، فهنا كان في إشادة كبيرة من قبل بشار الأسد بهذا الموقف من مصر في ملف اللاجئين. فده كان لقاء وزير الخارجية سامح شكري بالرئيس السوري بشار الأسد، لكن أيضا جمع لقاء آخر وزير الخارجية المصري بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد،
واتكلموا فيه طبعا على المساعدات اللي بتقدمها مصر لسوريا، وان مصر مستمره في دعم سوريا لمواجهه اثار الزلزال، ونقل طبعا كل رسائل التضامن من قبل الرئيس السيسي ومن الشعب المصري الى الشعب السوري الشقيق. خلينا نخرج نسمع جزء من كلمات الوزيرين، وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه السوري، ونرجع نستكمل مره ثانيه. الشعب المصري والقيادة المصرية للمواطنين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا بسبب الحرب الإرهابية على بلدنا. أنا أود أن أقول بأن السيد الوزير التقى صباح هذا اليوم مع سيادة الرئيس بشار الأسد، وكان هنالك حوار ونقاش موسع حول آثار الزلزال وحول العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدينا الشقيقين. أرحب مرة أخرى بالسيد الوزير وأدعوه للحديث إليه. شكرا جزيلا معالي الوزير، أنا سعيد بهذه الفرصة وشرفت صباح اليوم بلقاء سيادة الرئيس بشار الأسد لأنقل إلى فخامته رسالة فخامة الرئيس السيسي التضامن والمواساة مع الشعب السوري الشقيق، واستعداد لاستمرار تقديم ما نستطيع من دعم لمواجهة الآثار الزلزال. طبعا نعزي لفقد الأرواح ونتمنى للمصابين بالشفاء العاجل. علاقات تربط بين الشعبين، علاقات راسخة وقوية ومتمازجة، ونعمل دائما على التضامن والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب السوري، وتتطلع بأن تتجاوز سوريا الآثار المترتبة على هذا الزلزال، وسوف نستمر في توفير ما نستطيع من مساعدات إنسانية. هذا الزلزال وما أتى به من أثار كان محل ألم وانزعاج شديد من قبل الشعب المصري، وسوف نأخذ من هذا مجال لتكثيف جهودنا لتوفير هذه المساعدات. حتى الآن قدمت مصر ما يزيد عن 1500 طن من المساعدات، ونتطلع إلى ما قد تحتاجه سوريا. وصلت أيضا مع معالي الوزير للاطلاع على الجهود المبذولة من الدول الأخرى من قبل الأمم المتحدة، ما طلعت به الحكومة السورية في تخفيف الأعباء على كافة المواطنين السوريين، وإن شاء الله سوف نستمر في التواصل من أجل هذا الجهد الإنساني الضروري في هذه الاونه. اي انفتاح عربي على مصر يفقد قيمته، اي انفتاح عربي على سوريا يفقد قيمته ما لم تقصر مصر عليه. لماذا لا تعيدون العلاقات مع سوريا الى سابق عهدها معالي الوزير، خصوصا ان السوريين ربما يقدرون كثيرا زيارتكم اليوم على اعتبار ان مصر تحظى بمحبه كبيره في السوريين؟ الشعب السوري له مكانته لدى الشعب المصري، والهدف من هذه الزياره هو هدف في المقام الأول إنساني لنقل التضامن على مستوى القيادة ومستوى الحكومة ومستوى الشعب المصري للشعب السوري. تصور في هذه المحن نحن نتعامل على أرضية ما يربطنا من أواصر إنسانية، هذا هو ما نركز عليه في المرحلة الحالية. هل جرى تفرق عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ هل هناك حديث عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ كما أكدت فنحن على أتم استعداد بما لدينا من موارد أن نوفر كل سبل الدعم الإنساني لمؤازرة أشقائنا في سوريا، وهذا سوف يتم بالتنسيق الكامل كما كان من منذ البداية مع الحكومة السورية ووفقا للأولويات التي تحددها.
دمشق بينضم لينا العميد الدكتور علي مقصود الخبير الاستراتيجي للتعليق على طبيعة الزيارة لوزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا وهذه اللقاءات المهمة اللي أجراها النهاردة. برحب بيك معنا سيادة العميد. أهلا بكم وتحية لكم وللسادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك معنا. وزيارة مهمة وزي ما احنا شايفين لقاءات أولا مع الرئيس بشار الأسد، نعم، وفيما بعد مؤتمر صحفي وكلمة مع وزير الخارجية فيصل المقداد. سيادة العميد، أولا كيف ترى هذه الزيارة واللي أكد أكتر من مرة وزير الخارجية سامح شكري بأنها بدافع إنساني من قبل مصر؟ بعد التحية لكم، لا شك بأن زيارة السيد وزير الخارجية في مصر العروبة في الحقيقة يمكن أن نطلق عليها زيارة تاريخية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني ودلالات لعمق الروابط التاريخية بين الشعب الواحد، بين الشعب العربي في مصر الشقيقة والشعب العربي السوري. فهو في الحقيقة على مدار التاريخ شعب واحد، وخاضوا كل الحروب والمعارك التي انتصرت لهذه الأمة وهزمت كل الغزوات. أنا أقول بأن هذه الزيارة لا شك بأنها جاءت في لحظة، أي أن الحامل الأساسي لهذه الزيارة هو في الحقيقة إنساني بسبب تداعيات الكارثة الزلزالية التي ضربت سوريا. طيب سيادة العميد، خليني أسأل حضرتك ليه كان حريص بشار الأسد أنه يلتقي بالوزير المصري وزير الخارجية سامح شكري، أو كمان الجانب المصري كان حريص على لقاء بشار الأسد؟ يعني لماذا كان هناك أهمية يعني حدوث هذا اللقاء مع الرئيس بشار الأسد؟ هذا ما كنت سأصل إليه. لا شك بأن القيادة المصرية دائما كانت بخطابها، إن كانت عبر القيادة العليا السيد الرئيس السيسي أم وزير خارجيته أم كل العاملين في الحقيقة في المجال السياسي والدبلوماسي، كانوا دائما ينطقون بنبض الشارع والإنسان على أرض مصر الكنانة. ولذلك أراد بلقائه السيد الرئيس بشار الأسد أن يوجه رسالة إلى العالم بأن سوريا بقيادة شرعية هي السيد الرئيس بشار الأسد، وبأن مصر ستقف إلى جانب هذا الشعب وإلى جانب القيادة في سوريا وبكل ما يخدم مصالح الشعب السوري. ولذلك أنا نعم أقول أيضا حرص السيد الرئيس على أن يلتقي وزير الخارجية باعتباره سيد الدبلوماسية المصرية في أعقاب أيضا لقائه مع البرلمانات العربية، ومن بينها رئيس البرلمان المصري الذي أيضا يعني كان كلامه ينقل بكل صدق وبكل عفوية نبض الإنسان في مصر. وهذا ما عبر عنه السيد الرئيس بأن السوريين الذين ذهبوا بسبب تداعيات هذه الحرب الكارثية على الشعب السوري ممن ذهب إلى مصر لم يستقبل ويعامل كلاجئ، صحيح، بل استقبلوهم في بيتهم ويعني في الحقيقة تعاملوا مع الإنسان السوري كأنه مواطن مصري. وهذا ما أيضا عبر عنه السيد وزير الخارجية سامح شكري عندما أشار إلى أن الجالية السورية، أن السوريين تكيفوا بسرعة مع الواقع المصري وحققوا نجاحات في كل الميادين والمجالات. لماذا؟ لأن في الحقيقة يعني العبث الذي والدم ما بين الشعب السوري والمصري طبعا في علاقة مختلفة ومميزة على مدار التاريخ دائما ما بين الشعبين. بكل تأكيد هناك روابط وعلاقات تاريخية، وأنا أقول بأن مصر هي عمود العروبة،
وسوريا قلب العروبة. ولذلك إذا انهار هذا العمود انهارت هذه الأمة. ولذلك عندما يشير خلينا نتكلم على بناء على زي ما حضرتك ذكرت اللقاء مع رؤساء البرلمانات خلال الأيام اللي فاتت أو خلال اليومين اللي فاتوا، شفنا الرئيس بشار الأسد بيلتقي معاهم وفيما بعد اللقاء مع وزير الخارجية المصري. هل نقدر نقول إن ده ممكن يغير من يعني صورة الدولة السورية أو النظام السوري حاليا في المجتمع العربي أو ما بين الدول العربية، وممكن بناء عليه يتم اتخاذ أي خطوات خلال الفترة اللي جاية؟ نعم، أنا أقول هذه البرلمانات هي تمثل الشعوب العربية بكل أطيافها ومكوناتها، وبالتالي عندما تأتي هذه الوفود وبقرار من العاصمة العراقية من بغداد، وتأتي كل هذه الوفود لدمشق وهي تحمل كما قلت نبض الإنسان العربي وإرادة الإنسان والمواطن العربي الذي في الحقيقة يعني لم تنقطع هذه العلاقات بين الشعوب العربية، بل كان بمعظمها وخاصة شعب مصر والجزائر كانت لهم مواقف نفتخر بها وهي موضع افتخار وإكبار. إذن أنا أقول بأن زيارة البرلمانات العربية والتقائها أيضا مع السيد الرئيس هي في الحقيقة تعبير عن أن الدول العربية بما فيها من مؤسسات يعني تنقل وتعكس إرادة وشرعية المواطن الموجود في هذه الدول، إنما في الحقيقة لخص إرادة الشعوب العربية. إذن هل بناء على هذه التحركات ممكن نشوف الفترة اللي جاية قرارات بيتم اتخاذها جامعة الدول العربية، وإن كان النهاردة لم يتم الإجابة بشكل مباشر على هذا الموضوع وتم التأكيد على أن الزيارة بدافع إنساني، لكن هل ممكن نشوف جامعة الدول العربية بتشهد عودة مرة تانية لسوريا؟ في الحقيقة حاليا نستطيع أن نقول بأن هناك إعادة رسم لخارطة العلاقات العربية وخاصة مع سوريا. فلذلك مصر عندما تقدمت لأنها هي في الحقيقة القاطر الذي يجر القطار العربي بكل أيضا مكوناته سياسيا واقتصاديا، وهذا ما دفع بالسيد الرئيس رئيس مصر أن يزور الإمارات ليعبر بكلامه عندما يخاطب الشيخ محمد بن زايد بضرورة الاستمرار في دعم سوريا لأنها تستحق. أراد أن يقول الرئيس السيسي بأنه سيقود العملية السياسية والعلاقات مع سوريا، وبالنسبة للإمارات تستطيع أن تثقل الدور المصري وهي كما قلت يعني عمود العروبة. نعم، وزير خارجية السعودية الذي تستضيف دولته القمة القادمة في آذار، القمة العربية في جامعة الدول العربية، أنا أقول بأنه بمؤتمر ميونخ للأمن العالمي تحدث وبشكل واضح بأن الوضع في سوريا لا يمكن أن نقبل باستمراره، ولا يوجد إمكانية لحل هذه المعضلة إلا بالحوار مع دمشق. بل هناك تسريبات بأن زيارة مرتقبة أيضا لوزير الخارجية، ولذلك نحن نقول لم يعد هناك من خطوط حمر وعوائق أمام يعني العلاقات الشعبية. حضرتك بتقول زيارة مرتقبة أو في تسريبات عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية السعودية إلى سوريا خلال الفترة المقبلة؟ نعم. طيب بالتالي بشكل صريح سيادة العميد، إذن بعد كل هذه التحركات وبعد ما كل يعني حضرتك ما رصدته من مواقف دعم، إذن هل هنشوف عودة سوريا إلى الجامعة؟ بتقديري نعم. تمام. وكل هذه الخطوات وهذه يعني التطورات التي عاشتها سوريا
في أعقاب السادس من شباط بعد هذا الزلزال في الحقيقة تشي وتفضح عن أن الجسور لم يكتفى ببنائها. الشعب السوري يستحق كل الدعم وكل الاستقرار والحياة الأفضل بكل تأكيد، وده ما يطمح لي كل الشعوب العربية. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من دمشق العميد الدكتور علي مقصود الخبير الاستراتيجي. والمحطة الثانية لوزير الخارجية المصري كانت تركيا، وكان وصل الوزير سامح شكري إلى مطار أدنى التركية بكل تأكيد زيارة مهمة. زي ما قلنا كان في أيضا توتر في العلاقات ما بين مصر وتركيا لفترة كبيرة، ودي بتعتبر أول زيارة أو أول لقاءات ما بين دبلوماسيين في الدولتين. يمكن من فترة قريبة شفنا كان أول مصافحة ما بين الرئيس السيسي وما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت في فترة كأس العالم أثناء فعاليات الافتتاح. ده كان أول لقاء وكانت فقط مجرد مصافحة. لكن وقت وقوع الزلزال يوم 6 فبراير شفنا اتصال هاتفي من الرئيس السيسي للرئيس أردوغان بيعزي فيه في الضحايا وبيعلن تضامن مصر الكامل مع الشعب التركي، وكان أيضا بالمثل مع الدولة السورية ومع الرئيس السوري بشار الأسد. فإحنا النهاردة أمام لقاء مهم ما بين وزير الخارجية المصري وما بين وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو. والحقيقة مصر قدمت شحنات من المساعدات، وصلت الشحنة السادسة النهاردة واللي كانت بتوصل بالتزامن مع وجود الوزير المصري. كان موجود في الميناء، ميناء مارسين، واقف وزير الخارجية المصري وبجانبه وزير الخارجية التركي، وفي الخلفية بنشوف السفينة بتنزل المساعدات المصرية إلى الشعب التركي. وطبعا المساعدات دي مقدمة من مؤسسات كتيرة جدا في الدولة المصرية ومن المجتمع المدني، وتم التباحث عن الدولة التركية أو الشعب التركي محتاج إيه، ومصر هتقدم ما تستطيع من مساعدات طبعا وقوفا إلى جانب هذا الشعب. نخرج نسمع جزء من كلمات الوزراء ونرجع نستكمل مرة تاني. كل هذه المساعدات من الجانب المصري. مصر لا يلش كل مزدا يعني صايفة لرتشيوس. نقوم بفتح صفحات جديدة مع مصر. وحتى الآن وطبعا كانت هناك مساعدات. بالدينز قبل يلش كل مزدا يعني صايفة لرتشيوس. نقوم بفتح صفحات جديدة مع مصر. Doha'da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Devlet Başkanı Sisi'nin görüşmesi son derece verimliydi. طبعا في الفترة الأخيرة كان هناك اتصال بين فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس جمهورية مصر العربية السيسي، وكانت هذه المباحثات مثمرة. Biraz önce havaalanında yaptığımız görüşmede ilişkilerimizi daha da geliştirmek için hangi adımları atabileceğimizi, görüşmeleri gerçekleştirebileceğimizi Semih Şükrü ile görüştük. Vakıflı diliyorum, ölenlere rahmet diliyorum, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Bir kez daha Mısır'ın sizlerle dayanışı. Akiden lıkana aydan etahel fursa li hadith fima yetaallak bi اللقاء الإيجابي الذي جمع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس أردوغان، والذي فتح المجال لمسار من التواصل فيما بين المؤسسات الحكومية في البلدين، مسؤولية الملقاة على عاتق وزيري الخارجية للسير قدما في مسار استعادة طبيعة العلاقات المصرية التركية.
يعني زي ما احنا شايفين كده زيارة ولقاء مهم وتباحث ما بين الوزيرين في إمكانية يعني التعاون ما بين الدولتين ومصر ازاي تقدر تقدم مساعدات للشعب التركي في هذا التوقيت. لكن خليني أقول لحضراتكم كمان أن مولود تشاوش أغلو وزير الخارجية التركي اتكلم على أن العلاقات تعود مرة تاني ما بين الدولتين وأن يتفتح صفحات جديدة في هذه العلاقات. ده مفيد للجانبين ومفيد للمنطقة ككل. محتاجين نعرف فكرة كيف ستستفاد مصر وتركيا من عودة العلاقات وإزاي ده هيخدم أيضا كافة المنطقة. بينضم لينا على التليفون الأستاذ سامح محروس مدير تحرير جريدة الجمهورية. مساء الخير يا أستاذ سامح. أهلا بك يا فندم، مساء الخير وتحياتي لحضرتك لكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك معنا. وأولا خلينا نسأل، هل جاءت الكارثة أو الزلزال ليعجل من عودة العلاقات ما بين مصر وتركيا؟ طبعا يعني هو يعني الكارثة الإنسانية اللي حصلت يوم 6 فبراير الزلزال اللي طلب سوريا وتركيا يوم 6 من شهر الجاري، طبعا هي أزمة إنسانية بكل المقاييس. لكن أنا عايز أقول دايما من رحم الأزمات بتولد، يعني بتولد المواقف الطيبة، بتولد يعني دايما من المحنة بتولد المنحة. هي طبعا هذه الأزمة أظهرت يعني معدن الشعب المصري اللي هو بيتعاطف إنسانيا مع كل الشعوب اللي بتواجه محن. الشعب السوري قدمنا لهم مساعدات، الشعب التركي رغم كل الخلافات السياسية اللي كانت خلال العشر سنين اللي فاتت ما بين مصر وتركيا، لأن هذا لم يمنع مصر الدولة ذات الأخلاق ذات الحضارة ذات القيم إن هي تكون في طليعة الدول التي تبادر بتقديم المساعدات يعني للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. هي طبعا يعني انا اعتقد ان هذه المساعدات العاجله اللي ارسلتها يعني الحكومه المصريه لتركيا للمتضررين في تركيا وسوريا، اعتقد ان هي بتعجل من تقريب يعني المسافات ما بين القاهره وانقره، خصوصا ان هناك مكالمه هاتفيه اجريت هي الاولى من نوعها. طبعا الحقيقه في البدايه كان في مصافحه شهيره بين رئيس السيسي ورئيس اردوغان صحيح خلال حضورهما افتتاح كاس العالم في قطر شهر نوفمبر الماضي. هذه كانت مصافحة يعني أثناء كأس العالم، لكن في مكالمة هاتفية تعد هي أول اتصال مباشر بين الرئيسين خلال العشر يعني الأعوام الماضية. أكدت في مصر تضامنها ودعمها يعني للشعب التركي في المحنة التي يمر بها. طبعا يعني ده موقف كريم من الدولة المصرية بيعبر عن حرارة الدولة المصرية في العديد من الملفات، نقاط التقاطع التي يجب أن يتم حلها حتى تعود العلاقات مرة أخرى بين البلدين. وحين عايز أقول برضو نقطة مهمة جدا من خلال مسؤولية الملف ده، من خلال زيارة تركيا أكثر من مرة، الخلاف السياسي بين الدولتين لم يمنع وجود علاقات بين الشعبين. حتى الآن حركة التجارة شغالة، حركة الطيران شغالة، في رحلات يومية ما بين مصر ما بين القاهرة واسطنبول والقاهرة وأنقرة. يعني عايز أقول أن حركة الشعوب مستمرة وفي تعاون وفي منتجات تركية وفي يعني الكثير من أوجه التعاون ما بين البلدين. لكن في النهاية هناك إشكاليات وقعت سياسية وقعت منذ 30 يونيو 2013، ثلاث ملفات مهمة جدا يجب أن يتم علاجها من الجانب التركي. الملف الأول هو ملف جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة التي تتخذ من تركيا يعني مأوى لها ومنصة إعلامية لها. أنا أعتقد الفترة اللي فاتت شاهدت أن في تحركات تركية واضحة من خلال إغلاق العديد من هذه المنصات، وده كان في خطوات واضحة تركيا اتخذتها. الملف الثاني هو ملف غاز شرق المتوسط، ودي مسألة مهمة جدا لأنه لا يصح أن دولة تنفرد بنفسها أو بمفردها بترسيم الحدود كما يتراءى لها. هناك دول أخرى لها حقوق أيضا في هذه حقول البترول، عفوا حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في البحر الأبيض المتوسط. ثم يأتي الملف الثالث، ده ملف مهم جدا، هو ملف أن يجب أن تتوقف تركيا عن دعم الميليشيات المسلحة في ليبيا، ودي مسألة مهمة. وأعتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أعلن أن خط سرت الجفرة هو خط، هو يمثل خط أحمر، أحمر طبعا لأن القوم المصري. طيب إحنا دلوقتي وإحنا بنتكلم على ملفات كلها أهم من بعض، ملف الإخوان، ملف غاز منطقة شرق المتوسط، وبنتكلم أيضا على ليبيا والأوضاع في ليبيا. كيف سيتم التوافق ما بين الدولتين في هذه الملفات المهمة؟ وهل اللي إحنا شايفينه النهاردة من زيارات متبادلة ممكن يقول ان بدا نوع من انواع توحيد الرؤى في هذه الملفات او الاتفاق بشكل ما حول بعض من النقاط في هذه الملفات؟ هو المؤكد طبعا ان الزيارات المتبادله او زياره السيد وزير الخارجيه سامح شكري لتركيا وسوريا اليوم وتركيا تحديدا اليوم هي طبعا بتمثل يعني خطوه مهمه جدا في سبيل عايز اقول تحريك المياه المتوقفه او المياه الراكده في هذه الملفات. لكن انا شايف ان في اهتمام من الاجهزه في البلدين خلال الفتره اللي فاتت، يعني انا يعني خلال السنتين الماضيتين
في جولتين محادثات أجريتها بالمحادثات الاستكشافية بالفعل أجريتها بين القاهرة وأنقرة. الجولة الأولى من المحادثات كانت في 2021 برئاسة نائب وزير الخارجية في كلا البلدين، نائب وزير الخارجية المصري مع نائب وزير الخارجية التركي، ودي كانت جولة محادثات استكشافية، دي كانت الأولى في 2021. ثم هناك جولة محادثات ثانية كانت في سبتمبر عام 2022 في أنقرة، واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات وأكد رغبتهما في إحراز تقدم في القضايا محل النقاش. إذن يعني عايز أقول حتى من قبل موضوع الزلزال ومن قبل الكارثة الإنسانية، لا في اهتمام بين الأجهزة المعنية في كلا البلدين، سواء الأجهزة الأمنية، الأجهزة السيادية على مستوى وزارة الخارجية في كلا البلدين، أن تكون هناك جولات محادثات استكشافية. والفعل في جولتين بالفعل أجريتها خلال يعني خلال السنتين اللي فاتوا. طيب استاذ سامح، محتاجين نسال على تصريحات تشاووش اوغلو واللي اكد فيها على ان الدولتين هيكونوا مستفيدين من هذه العلاقات لما تعود لطبيعتها مره تانية، ولكن ايضا المنطقه ككل هتكون مستفاده من ان يكون في علاقات طيبه ما بين مصر وتركيا. كيف ستستفاد يعني مصر وتركيا وايضا باقي المنطقه من طبيعه العلاقات الجيده؟ اولا طبعا يعني مصر وتركيا دولتان كبيرتان تمثلان ثقل اقليمي مهم جدا لكل منهما في اقليمها وفي منطقتها. كلتا البلدين تتشابهان في كثير من الملامح، حتى يمكن نحس تعداد السكان تقريبا يعني يمكن مصر ازيد شويه، لكن احنا بنتكلم النهارده ان كلتا البلدين لديهما تجربه يعني تكاد تكون هما الاقرب لبعضهما البعض، ده رقم واحد. رقم اثنين، يبقى الملف الاقتصادي هو ابرز واهم ملف يجمع بين البلدين. هناك استثمارات تركيه في شركات تركيه شغاله في مصر، هناك حركه تجاره مستمره على مدار اليوم، على مدار رحلات تجاريه يوميه اعتقد انها ممكن تتجاوز رحلتين او ثلاث رحلات يوميا ما بين الخطوط المصريه وخطوط تركيه شغاله بشكل يومي. لم تتاثر هذه الحركه يوما واحدا رغم كل المشاكل السياسيه. اذا احنا بنتكلم عن حركه يعني موجوده على ارض الواقع، حركه شعب، حركه تجاره موجوده، في استثمارات تركيه موجوده بالفعل شغاله في مصر، في ارقام كبيره يعني موجوده، دي كلها امور انا اعتقد ان يعني تسويه الخلافات بين البلدين ستصب في مصلحه كلتا البلدين من خلال اولا دعم الملف التجاري. وماذا عن باقي المنطقه؟ يعني المنطقه ككل هتستفاد ازاي ايضا؟ المنطقه كل النهارده احنا بنتكلم مصر كدول لها ثقل سياسي في المنطقه، يعني يقدر يتعامل في عديد ملفات، يعني ابرزها ملف القضيه الفلسطينيه، قضيه الشرق الاوسط، قضيه العرب والمسلمين الاولى، هي قضيه فلسطين. وبالتالي النهارده احنا كنا بنتكلم عن تنسيق عن حل هذه الاشكاليه في اطار رؤيه حل الدولتين. اعتقد ان ده محتاج تضافر كل الجهود، وفي مقدمتها يعني مصر وتركيا، دي ملفات مهمه جدا. ملف مكافحه الارهاب دي من الملفات المهمه جدا. اولا الارهاب، لا توجد دوله في العالم لم تكتو من نيران الارهاب. صحيح. حتى الدول التي صنعت الارهاب هي اول من اكتو من نيران، امريكا التي صنعت تنظيم القاعده هي اول من اكتوت من نيران تنظيم القاعده وحركه طالبان في احداث 11 سبتمبر. فاذا النهارده يجب ان نتفق ان هناك ملفات ذات اهميه قصوى ما ينفعش يكون في لعبه بالنار فيها. يعني النهارده اذا كانت تركيا النهارده بتوع بعض الجماعات الارهابيه مع رؤساء جماعه الاخوان وغيرها، حصل فيها ايضا انفجارات في شارع تقسيم وخلافه، يعني شفنا ايضا تركيا شهدت عمليات ارهابيه او تفجيرات خلال الفتره اللي فاتت. وبالتالي هنا في ملفات ذات يعني عايز اقول ذات اهميه قصوى لكلا البلدين، من ضمنها ملف مواجهه الارهاب، دي مساله مهمه جدا. اذا كانوا هم يتخيلوا ان مصر بس هي اللي هتواجه الارهاب، لا، الارهاب النهارده اللي انت بتدعمه النهارده بكره هيتدور عليك وانت هتكتوي من نيرانه وهكذا. وبالتالي انت عامل زي الواحد بيربط تعبان في بيته، تعبان طول ما هو صغير ما بيسيبش اسرع خطر عليه. طيب. اول ما التعبان ده هيكبر هيبلعك. انا عايز اسال حضرتك على رايك في لو هنعمل مقارنه ما بين الزياره الى سوريا والزياره الى تركيا، يمكن شفنا في تركيا الاشاره لبعض الملفات الاخرى الى جانب ملف المساعدات، او ان مصر تقدم يعني مساعدة للدولة التركية، لكن على الصعيد الآخر في سوريا شفنا طول الوقت التأكيد على أن الدافع هو دافع إنساني ولم يتم التطرق لأي ملفات أخرى أو أي مواضيع أخرى. هل ده يوضح لنا رؤية الدولة المصرية مثلا في يعني كيف تتعامل مع هذه الدولتين، أم يعني إلى أي مدى ممكن نوصل لتفسيرات من هذه التصريحات النهاردة؟ لا، هو اولا طبعا هو الهدف من الزيارتين سواء كانت زياره وزير خارجيه لسوريا او لتركيا هو طبعا في الاساس هو هدف انساني بحت. هو هدف من رساله تضامن، دعم انساني من الشعب المصري، بيحمل هذه الرساله السيد وزير خارجيه مصر لكل من سوريا وتركيا. لكن بالنسبه لسوريا
الزيارة هنا لها خصوصية ذات طبيعة خاصة على خلفية النهاردة أن حتى الآن مازال مقعد سوريا مجمد في جامعة الدول العربية، ودي إشكالية كبيرة جدا. وكانت هذه القضية طرحت في القمة العربية الأخيرة اللي هي رقم 31 التي عقدت في الجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر 2022. كان في كلام كتير جدا، وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة كان قام بجولة مكوكية في المنطقة، زار القاهرة، زار السعودية، زار العراق، وكان من ضمن الملفات المطروحة هو عودة مقعد سوريا في الجامعة العربية. دي من ضمن النقاط المهمة جدا، وأعتقد إن كانت أكبر غلطة يعني الدول العربية وقعت فيها في 2011 هو قرار تجميد سوريا في الجامعة العربية. والنهاردة الإرهاب، النهاردة داعش، النهاردة احنا بنواجه والعالم كله بيواجه بيحتوي من نيرانه. ده كان بسبب التخاذل العربي تجاه سوريا، حين أدار العرب ظهورهم إلى سوريا وتجاهلوا سوريا وشالوا سوريا من الجامعة العربية، أول ما ظهر تنظيم داعش وظهر في سوريا ثم انتقل من سوريا إلى العراق. وبالتالي النهاردة فكرة النهاردة إن احنا يعني تعود سوريا مرة أخرى إلى البيت العربي أو إلى الى الى الحضن العربي او الوطن العربي مره اخرى، دي مساله في غايه الاهميه. والموقف المصري من البدايه من 2011 من ايام المجلس العسكري لم يكن مؤيدا لتجميد مقعد سوريا في الجامعه العربيه، بل بالعكس ان مصر دعمت كل المبادرات اللي هدفها تحقيق طموحات الشعب السوري من خلال ان يكون في حل سياسي للازمه السوريه تنطلق من مجموعة من الثوابت أبرزها إن الحفاظ على الأراضي السورية، الأراضي السورية واستقلالها، إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية المسلحة، تحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوري الشقيق وأماله، استنادا إلى مخرجات مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ده كان الموقف المصري. موقف مصر في البداية دعمت مبادرتين للجامعة العربية. المبادرة الأولى كانت في شهر المبادرة الأولى كانت في شهر سبتمبر 2011، ودي دعت إلى سحب الجيش من المدن ووقف العنف وإجراء حوار مع المعارضة. المبادرة الثانية كانت في سنة 2012 مصر أيدتها، اللي هي تدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته إلى نائب رئيس وزارة في الوقت. إذن على كل حال موقف سوريا ووضع سوريا هيتضح أكيد بحماية الدولة السورية، وفي ذات الوقت ما يتجاهلش يعني تطلعات أو طموحات الشعب السوري. زي ما بقول على كل حال هيتضح يعني موقف سوريا في الجامعة خلال الفترة المقبلة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سامح محروس مدير تحرير جريدة الجمهورية. استعرضنا مع حضراتكم التحركات المهمة اللي بتحصل وبتقوم بها الدولة المصرية ممثلة في مختلف المسؤولين، وبكده نكون وصلنا لختام فقرة أخبار النهاردة، لكن حلقتنا لسه مكملة مع حضراتكم. فاصل سريع ونرجع نستكمل مرة تاني، استنونا.